بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أقول كل سنة وأنتم طيبين في الحلقة الخامسة من الشهر الثاني. إحنا ابتدينا الشهر الثاني في هذه الجلسات من جلسات النفروباثولوجي. النهاردة في السيشن نمبر 5، عدينا خمسة بسرعة. السيشنز اللي فاتت كانت عبارة عن ريفيوينج للستينز ولا آخره واللايت مايكروسكوبي فايندينجز، وتعلمنا فيهم حاجات كتير جدا من الاستاذ الدكتور عصام نور الدين المشكور، اللي هو بيعمل جهد كبير جدا على مستوى التعليم الطبي، سواء اذا كان فيزيكالي يوم السبت في جامعه عين شمس او يوم السبت مساء اونلاين في النفروباثولوجي. ان شاء الله تكون في الوضع نقدر نكمل ان شاء الله بقيه الفايندنجز في اللايت مايكروسكوبي، وبعدين نخش ان شاء الله على الاميونو هيستوكيمستري واللايت والالكترون مايكروسكوبي، اند فاينلي ويل اند باي كويزز ان شاء الله وكيس ستادي. اتفضل دكتور عصام. شكرا جزيلا دكتور هشام على كل حاجة أنت بتعملها وعلى مجهوداتك المقدرة. تحياتي للزملاء الأفاضل الموجودين معانا كلهم. المرة اللي فاتت يا جماعة كنا اتكلمنا على الجلوميرولار هايبر سيليولاريتي أو البروليفراتيف جلوميرولونيفرايتس، وخلصنا الجزء بتاع الاندوكابيلاري، وبعدين ابتدينا نتكلم على الجزء بتاع الاكسترا كابيلاري، وقسمنا الجزء بتاع الاكسترا كابيلاري ده لاما يبقى ترو كريسنت زي الشكل اللي موجود قدامنا ده، دي سلايد جديده، او ان هو يكون سودو كريسنت زي ما هنقول بعد شويه. الترو كريسنت زي ما احنا اتفقنا المره اللي فاتت سيلف اورجن بتاعته بيبقى بروليفريتنج بارايتال ايبيثيليال سيلز اوف باومانز كابسولز، يبقى هي بتطلع من هنا كده، هي دي البارايتال سيل بتبقى بروليفريتنج، وممكن بعض البلاد سيلز زي الليمفوسايتس والماكروفاجز بتبقى ادميكسد معاها، والخلايا دي بتتمسك مع بعضها البعض بالسمخ اللي هو عباره عن الفايبرين. وزي ما شرحنا المره اللي فاتت لما بيحصل جلوميرولار بيزمنت تمبرين رابشر بينزل الخلايا اللي هي موجوده جوه اليومن بتاعت الكابيلاريز، وبينزل الفايبرين معاها، بيعملوا سيفير اريتيشن للبرايتال ايبيثيليال سيلز، ودي بتبقى الانيشيتنج ايفنت بتاعت الكريسنت. وزي ما قلنا المره اللي فاتت في التعريفات الباثولوجيه ايه المقصود بالسيلولار والفايبروسيلولار والفايبرس كريسنت، فاتهيأ لي لو شفنا الشكل اللي موجود قدامنا ده يمكن يعني نتفق على ان ده ممكن يكون فايبرو سيلولار كريسنت، هو موجود بالشكل ده وكده، ما هوش كومبليتلي سيركمفرنشال ويعني واخد كل الباومانز سبيس، لا مش كومبليتلي، ولكن نيرلي كومبليتلي سيركمفرنشالي اوكلودنج الباومانز سبيس. والجلوميرولار كابيلاريز هي اللي بتبقى موجوده في النص بالشكل ده، بتبقى كومبريسد بهذا الترو كريسنت. في بعض الاحيان بيسموا الترو كريسنت عشان بيبقى جاي من ناحيه السايد بتاعت الكبسول البرايتال ايبيثيليال سيلز يعني بتاعت الكبسول، فبعض الاحيان يسموه ايه كبسولار كريسنت، تمام، بينما النوع الثاني اللي هو بتاع السودو كريسنت نتكلم عليه بعد شويه ان شاء الله، اللي هو بيبقى جاي من البروليفريتنج فيسرال ايبيثيليال سيلز لانه بيبقى خارج من الخلايا الفيسرال ايبيثيليال سيلز اللي هي مكانها هنا مثلا بتبقى موجوده على الاوتر اسبكت بتاعت الجلوميرولار بيزمنت ممبرين، فبيسمى طفت كريسنت الذي هو ناحيه الطفت يعني، تمام. فيبقى دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها مره تانية. دوت شكل بتاع سيلولار كريسنت زي ما حضراتكم شايفين، اوعى تنسى الصبغه المميزه اللي هي باللون الاسود سيلفر ستين او جي ام اس ستين، فهي اللي موجوده قدامنا بالشكل ده. بص الباومانز كبسول واخد الصبغه، بص التيوبلر بيزمنت تمبرين واخد الصبغه، بص الجلوميرولار بيزمنت تمبرين او الكابيلاري وول واخد الصبغه بالشكل ده وكده. لو جينا بصينا من بره ادي الكريسنت بادي من هنا كده اهو، زي ما اتفقنا بفكركم الكريسنت بعتبره ان هو موجود امتى؟ لو عندي مور ذان تو لايرز اوف بروليفريتنج بارايتال ايبيثيليال سيلز، هو ده الديفينيشن بتاع الترو كريسنت. ف
فطبعا موجود مثلا من الساعه 11 لحد الساعه 7 مثلا. هنا الكريسنت ده في انظر كريسنت موجود هنا كده من الساعه مثلا 2 لحد الساعه 4، وزي ما احنا شايفين ان دوت كله عباره عن سيليولار كريسنت. نشوف واحد تاني برضو عشان عينينا تتعود على الموضوع بتاع الكريسنت ده. هنا الصبغه طبعا هي البي اي اس اللي هي بتدي اللون الاحمر الظاهر دوت قوي عندنا. فهنا الجلوميرولار كابيرز بتبقى كومبريست في انسايد زي رينال كورباسل، وموجود من بره هو دوت الشكل بتاعت الكريسن زي ما احنا شايفين، جزء منه سيلولار اهو وجزء منه تاني فايبرس كريسن بالشكل ده، ويمكن حتى الجزء الاخراني ده زي ما يكون فايبرس كريسن. فهنا يعني زي ما يكون في نفس الجلوميريلس في اكتر من نوع من الثلاث انواع، اقصد النوع من ناحيه اذا كان سيلولار ولا فايبرو سيلولار ولا فايبرس كريسن. انا اقول لك دكتور عصام، المره اللي فاتت لما نلاقي ديفرنت ستيجز من الكريسنس ممكن ايوه يحدد الى حد ما الديزيز اللي سبب الكريسنت، صحيح وشبهنا ساعتها بالانتي جي بي ان، وان هو بيبقى غالبا بيبقى كله ان ذا سيم ستيج. طب ايه اللي مش زي السيم ستيج بقيه الكريسنت، ولا في حاجه تاني تبقى برضو ممكن تاخد الجلوميرولاي كلها في نفس الوقت بنفس المنظر غير الانتي جي بي ان؟ يعني ان انت قصدك لو هي يونيفورم كريسنت اللي موجود بالشكل بالظبط ده من ناحيه الايدج، ايه بالظبط البوسيبيليتيز الثانيه اللي ممكن تكون موجوده غير الانتي جي بي ام؟ طبعا بالظبط. ممكن يكون، ممكن يكون الايرلي حظ العيان بقى نكون لقطناه ايرلي وهو اي نوع من الانواع الثانيه بتاعت الكريسنتك، سواء كانت النوع اللي هو بتاعت تايب 2 اللي هو اميون كومبلكس، او تايب 3 اللي هو اشهر سبب بتاع البوسي اميون. تمام ممكن يكون دوت تبرير او تفسير. تمام هنا برضو الشكل اللي موجود قدامنا يا جماعه دوت شكله في تزمينلي فايبرس، وفي شويه سيلز موجودين هنا كده اللي هنا دي احنا قلناها. تمام، بص بقى لده اللي موجود هنا دوت كده فايبرس كريسنت كله، شايفين كل ده؟ المره اللي فاتت لو فاكرين قلنا لو اكتر من 90% من الكريسنت ده عباره عن فايبرس ماتريكس بيبقى الكريسنت ده بنسميه فايبرس كريسنت. تمام، وهنا معلش اعطوني اسمعكم عشان هنا احدى المشاكل اللي هي بتقابلنا مع دكاتره الباثولوجي، هم مختلفين فيها، مش مشاكل بالمعنى المفهوم، هم مختلفين فيها. في مدرسه، والمدرسه دي غالبا بتبقى عندنا احنا في عين شمس، ان هو لما يبقى عندي عيان عنده كريسنت جلوميرولونفرايتس، يعني في بعض الجلوميرولاي دولت فيهم سيلولار وبعضهم فايبرو سيلولار وكده وفايبرس، بيحسبوا الفايبرس كريسنت امانج العدد اللي فيه كريسنت ده. مش كده وبس، ده لو لقى او الدكتوره اللي هي بتفحص لو لقت ان فيه كومبليتلي سكليروتيك جلوميرولس بتقول اه انا هحسبها كمان ان ديت من انواع من برضه عدد الجلوميرولاي اللي فيهم كريسنت، لان ديت اصلا كان فيها كريسنت وبعدين هي ديت اللي بقت اسكليروتيك بالمنظر دوت كده. في مدرسه تانية عكس ذلك تماما بتقول لنا لا انا ما عنديش دليل على الكلام ده، يعني مثلا تخيلوا المنظر اللي قدامنا اللي هو الفايبرس كريسنت ده، فبيقول لنا ايه ده الراي التاني، ممكن على فكره الفايبروزس اللي موجوده على الاوت سايد بتاعت الجلوميرولس ديت كده ديت بتبقى فايبروزس اون توب اوف سودو كريسنت. يعني عايزين نقولها بطريقه تانيه، السودو والترو كريسنت نهايتهم الاثنين واحده، فايبرس تيشو. تمام، لو العيان ما خدش العلاج في الوقت الملائم او ما استجابش العلاج او الى اخره. فهم بيجوا بيقولوا ايه بقى المدرسه الثانيه؟ تقول لي لا انا ما عنديش دليل اللي انا بشاور عليه ده دلوقتي اللي هو كله عباره عن فايبرس كريسنت بالشكل ده، انا ما عنديش دليل ان دوت كان ترو كريسنت، ما يمكن يا اخي كان سودو كريسنت واحنا دلوقتي في نهايه المطاف. فالمدرسه الثانيه ما بتحسبش الفايبرس كريسنت ده من ضمن عدد الكريسنت اللي موجوده في الجلوميريلاي، ولا بتحسب الكومبليتلي سكليروتيك جلوميريلاس انها ديت اصلا كان فيها كريسنت وبقت اسكليروتيك.
طبعا مش غايبه عن ذهن حضراتكم ايه اللي انا بكلمه بالمنظر ده، لا ده الكلام ده مهم جدا، لان زي ما احنا عارفين انا عشان اشخص كريسنت جلوميرولونفرايتس لازم يكون 50% على الاقل من عدد الجلوميرولاي فيهم كريسنت. الديفينيشن ده محدش قال نوع الكريسنت ايه، قال يكون فيه كريسنت وخلاص. فهي ديت هتيجي بقى المشكله اللي انا لسه طارحها على حضراتكم. لو انت تبع مدرسه عين شمس عندنا، اي سكليروتيك جلوميريلاس بتتحسب ان دي كان فيها كريسنت وضيع لي الجلوميريلاس، والفايبرس كريسنت بيتحسب برضه ان هو من عدد الكريسنت. لان انا ممكن لو انا حسبت العدد بتاعت الجلوميريولاي ديت كده ابص الاقيها عديت لي ال 50%، بينما لو انا ما حسبتش الحاجات ديت تبع المدرسه الثانيه اللي انا لسه قايل لحضراتكم عليها ديت دلوقتي، ممكن الحاله دي ما تطلعش كريسنت جلوميرولونفرايتس، امال هتطلع ايه؟ هتطلع جي ان ويز كريسنت، بس عدد الكريسنت ده لما جمعناه ما ارتقاش لدرجه انه اكثر من 50%. فهي ديت اللقطه اللي دايما لما بنكون في مؤتمر علمي ويكون في المدرستين زي عندنا من عين شمس ومن اماكن اخرى بتبقى نلاقي لطيفة القعدة قوي يعني، بيبقى. لكن أنا اه بفصلها دايما، أنا شخصيا، أنا هشام يعني، أنا بفصلها دايما على الكلينيكال بيهيفير. بمعنى آخر إيه؟ أنا عيان عندي بريزنتد باي أي كي أي، وات إيفر كان السبب إيه؟ أر بي جي إن، فاسكولايتس، وات إيفر يعني، وخدت له رينال بايوبسي تاني يوم ولا تالت يوم من البرزنتيشن، ورحت بادي معاه سايكلوفوسفامايد او بادي معاه بلس ستيرويد، وطلع لي اقل من 50% كريسنتك. انا شخصيا ولا هتفرق معايا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60، هي كريسنتك. بمعنى اخر ايه؟ وات از ذا اذر باثولوجي اللي ممكن يجي مع كريسنتك جي ان او جي ان ويز كريسنت؟ العكس صحيح، يعني نقول مثلا الاسباب، مين ممكن يجي جي ان ويز كريسنت؟ ما اعتبرش كريسنتك جي ان. تمام. في اي جلوميرولونفرايتس سبيشالي المجموعه بتاعه الجلوميرولونفرايتس كوزنج النفريتك سندروم زي الاي جي اي زي البوست انفكشوس جلوميرولونفرايتس ممكن يكون في عدد من الكريسنت بس ما يرتقيش لرقم ال 50% ده، يعني ممكن يكون في 10% ممكن يكون في 20% كريسنت بس بالشكل دوت كده. لا فيبقى ديت اللقطه اللي موجوده، وزي ما احنا قلناها في البدايه القاعده يا جماعه اللي عايزه تثبت ساعتها هيبان في الاميونو هيستوكيمستري، يعني ساعتها هعرف من اذر فاليو، يعني ان احنا نتخانق على كام الكريسنت لوحديها بس. طب ما انا عندي بقيه حاجات تانيه، ما عندي كلينيكال سايت وعندي اميونو هيستوكيمستري، اعرف انهي نوع من انواع الاميونو جلوبين زي الاميونو جلوبين اي جي اي، وعندي الالكترو. طب انا كلينيشنز، انا ككلينيشن برضو عشان الناس تبقى واضحه، هتفرق ايه في المانجمنت الكات اوف بتاعي اوف كريسنت اللي موجود 50% ولا تحت 50%، ولا هي هل هي ستيجز؟ انا انت عارف ممكن تفرق فيها. هشام جات لي دلوقتي فكره وانا شايفها لوجيك الحقيقه، ايه هي الفكره دي؟ افرض ان انا جات لي عينه بتاعت عيان زي ما انت قلت كده جاي بي كي اي وعلامات ان عنده اكتيف يورينري سيدمنت وبروتينوريا في اليورين و و ولقيت ان عدد الكريسنتس اللي موجود ده 25%، يعني باي ديفينيشن ما يرتقيش للديفينيشن اللي هو او الستاندرد كريسنتك جي ان. اللي هو الـ ما على يرتقي. فكرة الترمينولوجي ده موجود من الثمانينات، من ايام ما كنا نواب، ما اتغيرش. تمام. فيجي بالنسبه لي الفكره ديت كده، فلنفرض ان في دكتور جه وراح قايل زي ما انت قلت بالمنظر دوت كده، لا على فكره انا ماليش دعوه ال 25% اللي هم قالوا عليها دي، العيان ده كرياتينين وكذا واحتاج يعمل دياليسيس وما اعرفش ايه وايه وايه وايه، انا هتعامل معاه بنفس الاجريسيف ثيرابي الذي يعطى للعيان بتاع الكريسنت جلوميرولونفرايتس. احنا هندي بلصات ستيرويد وبعدين هاي دوس اورال وبعدين هندي سايكلوفوسفامايد او اندوكسان، واحيانا ممكن يبقى سبلمنتد بجلسات بلازما اكستشينج. ده امتى؟ لو هي ترولي كريسنت يعني اكتر من 50%.
فلنفرض ان احنا عملنا كده يا هشام، ده مجرد فكر بنتناقش فيه مع بعض يعني. فلنفرض ان انا جالي واحد اللي هو ابو 25%، قلت لهم لا انا مقتنع ان ديت كريسنت جلوميرولونيفرايتس وتتعالج بنفس الطريقه ديت، يمكن سامبلنج ايرور، يمكن. وبعدين اللي حصل ان العيان ده ديفلوب سيريال سايد افكت خطير من خطوط العلاج اللي انا قلت عليها دي، وحصلت له موربيديتي عاليه قوي او حتى ضايد منها. ودوت وارد على فكره يا جماعه، تمام؟ مش ممكن حد يجي يقاضيني ويقول لي انت ليه عالجته على انه كريسنتك مع ان ما عندهوش الديفينيشن؟ ايه رايك في اللقطه دي؟ هي اللقطه دي مش كومن، لكن الكومن طبعا يعني وارد ان هو يحصل من اي حاجه يعني. هاي ميديكو ليجل يعني، انا اقصد ميديكو لا ليجل، ميديكو ليجل، لا ميديكو ليجل، عارف لو هو كريسنتك لا ميديكو انت ليجل اي ثينك. عارفينه، وبعدين بعد كده لا قدر الله المريض حصل له حاجه، قال لهم يا جماعه احنا ادينا له فرصته في العلاج وادينا له الادويه اللي هو محتاجها وعملنا له اللي هو المطلوب له بالمنظر ده، انما لو خدوا الاوراق دي وراحوا ودوها لدكتور تاني زميل لينا نيفرولوجيست مثلا ولا حاجه، وجه قال لنا الله هما ليه ادوا له الاجريسيف سيربي ده بتاع الكريسنتك مع ان ما عندوش الديفينيشن. طيب وبعدين زي ما انت عارف يروح مزود حته بقى من عنده يقول ايه ده، على فكره في بعض المصادر بقى كمان بتقول مش 50%، بتقول 75%. 75، انا هاخدها على النقيض الاخر، انا هاخدها على النقيض الاخر. انا بفتح بس باب الدسكشن، وانا تمام، نفس عشان الفكره، وانا نفس عشان الفكره، تبقى هي عشان جات يبقى لي في كلينيكال امبليكيشنز دي. طب افرض العيان خدت له البايوبسي تاني يوم وكان مش هوموجينس الكريسنت، وخدت من مكان ما كانش لسه فيه كريسنت عن مكان تاني. طب ما انا لو ما بقتش معاه اجريسيف، طالما ظهر كريسنت، ظهر بس كده الى الافق كريسنت، طب ما الكلى دي هتطير في 10 ايام، في اسبوع 10 ايام. which is commonest، يعني الكومنست مش الميديكو ليجال، الكومنست هنا is suspicious. عشان كده بنقول دايما خليك مع خليك دايما دايما مع الكلينيكال، مع الباثولوجي. انت شايف العيان، هنتكلم باثولوجي باي ذا بوك بقالها من طول عمرنا، من سنه 87 و86 و88، الديفينيشن اوف كريسنتك هي فوق ال 50%، ما اتغيرتش. طب العيان بريزنتد بايه؟ هي دي اللي لازم تتحط جنب الايه؟ الباثولوجي. لو شايف ان العيان بريزنتد بإي كي آي وأجريسيف ديزيز، وأنت رايح ناحية كريسنتك جلوميرولونيفرايتس عنيف، أي ثينك يعني تو ماي أوبينيون، ميديكو ليجال هيبقى التصرف الصح إن أنا أبقى أجريسيف، والكومبليكيشن بتاع أجريسيف ثيرابي هيبقى أرحم بكتير من إن العين يخش مني في إند ستيج كيدني ديزيز وذين فيو دايز تو ويكس. ده رأيي يعني، هي بفتح المجال. تحتاج بس ان واحد برضه يبقى ظابط الدنيا من ناحيه الميديكو ليجال كده شويه، والقاعده اللي هي السهله اللي احنا كلنا عارفينها ان احنا بنقعد مع المريض وقرايبه ونشرح له القصه، وانت لازم ندي لك كذا ولازم نعمل كذا، وبعدين في الاخر عشان نقفل بوينت الميديكو ليجال دي، بس طبعا بنكون بنشتغل الشغل المظبوط اللي هو بمصلحه العيان، امضي قيس يمضي على ورق الكونسنت بالمنظر ده. بس خلي بالكم يا جماعه، مش امضي قيس زي ما انا اقولها بضحك كده يعني نمضيه كده على كارثه، لا انا ما اقصدش الكلام ده خالص، بس نوضح له عشان ان احنا ايه سبورت اور سايد. احنا النهارده كتير قوي تبص تلاقي العيان، والدكتور هشام عرف الكلام ده كويس، تبص تلاقي العيان ما بيروحش ابدا لدكتور واحد، مش في الكلى بس، ده في تخصصات كتيره، وعمال بيلف هنا ويلف هنا ويلف هنا ويلف هنا بالمنظر ده. فالنقطه دي بس العيان ده، العيان بتاع الكريسنت ده غالبا هيبقى هوسبيتال. يعني اللي انا اقصده ايه؟ اللي انا اقصده ايه؟ تمام، عشان تباص النقطة دي. ودي برضه مردود عليه على فكره، ممكن يجيب دكتور من بره يقول لك ما هو انا عشان تباص النقطة دي، يعني احنا خلينا دلوقتي يا جماعة، ماي ابروتش هيبقى ويل ديفرنت من دكتور لدكتور. لكن الفرق ما بين دكتور ودكتور هو الفيجن بتاعته، مش الباثولوجي بتاعه. الفيجن هو شايف ان العيان ده رايح فين. مثلا الدكتور هيثم راضي بيقول لك اجريسيف تريتمنت وذ كريسنت 100% از نوت ريكومندد از اتس داياليسيس ديبندنت. لا يا هيثم، انا مش بقول ان العيان بقى داياليسيس ديبندنت، ده انت تو ليت يا هيثم، ده انت خلاص، ده انت فشلت في جميع المراحل.
عشان يبقى خلاص العين دياليسيس ديبن. اللي انا عايز اقوله في نقطة بس بعد إذنك يا دكتور هشام، بالكويس إنك أثرت النقطة اللي قال عليها الدكتور هيثم، عشان دي نقطة مهمة جدا. ركز معايا يا دكتور هيثم وركزوا معايا يا جماعة في اللقطة دي، عشان اللقطة دي بيحصل فيها كونفيوجن. هو الدكتور هيثم قال نص عبارة صح، وما قالش نص العبارة التانية اللي احنا كلنا عارفينها، لما بنقول حاجة زي كده نقول زي لا تقربوا الصلاة والكلام ده وكده. اللي هو قال إيه؟ قايل لو احنا عندنا 100% الجلوميرولاي فيهم كريسب، يعني انا مثلا طلع للعيان ده 20 جلوميريولوس، لقيت ال 20 فيهم كريسب، ماشي كده الكلام، وكمان الكرياتينين بتاع العيان ده كان وصل لدرجه عاليه، تمام، لدرجه ان هو احتاج نعمل له دياليسيس كسبورت سيرابي، تمام. هو بيقول هنا ما ندوش اجريسيف سيرابي للعيان ده وكده لحد كده، لو ما قالش الكلمتين اللي جايين تمام هيبقى العبارة بتاعته غلط، ولو قالهم تبقى العبارة بتاعته صح. تمام ايه بالظبط العبارة، كده. ايه الجزء اللي باقي؟ لو هي حالة انتي جي بي ام يا هيثم، ليست حالة بس خلاص انكا اسوشيتد فاسكولايتس. لو انا عندي مريض وانا مشخص ان هو انكا اسوشيتد فاسكولايتس وعنده 100% سيلولار كريسب واحتاج يعمل دياليسيس، لا ده ده ياخد اجريسيف سيرابي. امال ايه القصه بتاعت الانتي جي بي ام ديت كده؟ ان هم من زمان عملوا سيفرال ستاديز، لقوا ان العيانين بتوع الانتي جي بي ام بشروطه، ركزوا في الشروط دي، يكون 100% من الجلوميرولاي فيهم كريسيت، ويكون الكرياتينين بتاع العيان دوت اكتر من 6.5 لدرجه ان يكون احتاج نعمل دياليسيس، وما يكونش عنده بالمونري هيمورج، يعني يكون انتي جي بي ام بس، العيان دوت يتساب في حاله. وانا فاكر من عده سنين يا هشام كده، كان في الدكتوره منى اللي هي بتاعت المنصوره بتاع الباثولوجي، كانت عرضت حاله اللي انا بحكي عليه ده، واحد عنده انتي جي بي ام و100% كريسنت ودياليسيز نيدد، لان الكرياتين وصل 12 وما اعرفش ايه بالشكل ده، وما عندوش هيمولسيس، وقايلين له بقى ان احنا ادينا له اندوكسان وبالس ستيرويد ومش عارف ايه وايه، والعيان ما اتحسنش. فايه خط العلاج التاني؟ فكان ريتشارد جلاسوك كان موجود في السيشن ديت كده، وقال لهم على انذر لاين فور كيمو ثيرابي. فالحقيقه انا قمت في الميتنج ديت وقلت له تمام، يعني ديفر مع حضرتك في الموضوع ده وكده، العيان ده اللي هو الانتي جي بي ام و100% كريسب وما عندوش لانج هيمورج شودنت تريتد باي اميونو سبريشن، ده خلاص اللي راح يا قلبي. كان بس طبعا ما قلتش لريتشارد جاس واللي راح يا قلبي، هتقول تمام. له راح يا هارتي، يعني انا عشان يفهمها معاك يعني. طيب بالك ازاي؟ سؤال بقى، سؤال حلو للدكتور هشام، مين اللي بيغني اللي راح يا قلبي؟ لا ما اعرفش، خلينا في الباثولوجي مش عارف. لازم يكونوا ناس كبار في السن زينا، محمد عبد الله يرحمه، تمام. طيب بس نعدي. يا عيني، بس يا عيني يا هشام معلش، ما احنا لازم نبهج نفسنا شويه كده، تمام. انا حبيت بس انكش الدنيا شويه عشان الكريسنت دي من الحاجات المهمه. يا عيني يا عيني عبد الوهاب ساعتها قاعد زي ما يكون واحد بيندب، تمام. اللي راح يا عم، ما خلاص، واخد بالك ازاي؟ ربنا يعوض في اللي باقي، واخد بالك ازاي؟ فهي ديت الفكره. حد ظريف كاتب عدويه، لا مالكش في الاغاني يا ريس، تمام. بس هي دي خلينا اللقطه، في دي الكريسنتك. اللقطه، هي دي اللقطه اللي احنا كنا بنقولها يا جماعه، النقطه ديت مهمه جدا جدا جدا، تمام. انت بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على انكا اللي هي الكومنست كوز اوف كريسنت جلوميرولونيفرايتس، ولا بتتكلم على الانتي جي بي ام؟ الانتي جي بي ام ما تعالجوش. ليه ما نعالجوش؟ لان خلاص بنكون اتاخرنا، وتبين في الستارز اللي هي اتعملت بالنسبه للناس دول ان هم لو خدوا السيرابي دوت من هنا للصبح مش ولا هيجيب هيحس نتيجة. بالاوت كم، والعيان هيشيل السايد افكت بتاعت الليله ديت. بس من فضلك يا هيثم اكتب جنبها كده لو كانت انتي جي بي ام فقط بشروطها اللي احنا قلنا عليه. احنا بالضبط. خلصنا موضوع الفايبروس كريسنت اللي احنا قلنا عليه بالمنظر دوت كده، تمام. دوت برضو انظر كريسنت موجود هنا، ده فايبروسيلر كريسنت زي ما احنا شايفين، طبعا دي البي اس، شايفين اللون الاحمر برضو اللي هو واخد لي الجلوميرال كابيلز، كل الكلام ده، والجلوميرال كابيلز جوه كومبريسد بهذا البروليفريتنج
برايتن ابيسيديال سيلز ذيس از ثرو كريسنت. طبعا خلي بالكم يا جماعه، اهم حاجه احفظوها بعد ما نخلص اللايت مايكروسكوب في حاله الكريسنت جلوميرولونيفرايتس، اميونو عدل، اميونو فلوريسنس او اميون مايكروسكوبي، لان هو ده اللي هيقسمها لي، هيقول لي ديت انتي جي بي ام يبقى دوت تايب 1 لو في لينير ديبوزيتس، هيقول لي لا ده اميون كومبلكس في جرانيولار ديبوزيتس يبقى دوت تايب 2، هيقول لي لا ده ما فيش فلوريسنس خالص الا فيري فيو يبقى ديت بوسي اميون انكر، يبقى ديت اللي بعديها على طول. زي ما احنا قلناها قبل كده برضه، ما ينفعش دكتور الباثولوجي مشكورا يقول لي العيان دوت عنده رينال اميليدوزس ويقول لي ده خد كونجو ريد وبولارايزد لايت ومبينه كل الكلام ده وما يعملوش اميونو. يا عم انت هتسهل لي الدنيا لو قلت لي ديت اي ال ولا اي اي ولا غيرها، انما لو بعت لي وقلت لي رينال اميليدوزس من غير الاميونو دي، يبقى ولا انت حاجة. كده هتخليني هتوه العيان وهتعبه وهكلفه وهعمل له دوشه كثيره. تمام؟ تمام. اللقطه اللي موجوده قدامنا ديت، بصوا يا جماعه، من رعب الكريسنت اللي موجود دوت كده، اللي يبص كده ممكن يعتقد ان ديت صوره مرسومه مش عينه بايوبسي حقيقيه. تمام؟ لا ده ديت سيلولار كريسنت مرعب اللي موجود عندنا بالمنظر ده. بصوا الطبق مقفول ما فيهوش حته مفتوحه. ده كومبريسنج. دوت احنا جايبين ديت عشان ايه؟ عشان حاجه جديده بقى المره دي. شايفين الحاجات الحمراء دي عامله زي ما يكون العيان دوت يا عيني اتعور دم كده وخر دم بتاعه، ده الفايبر. ده الفايبر ان هو بيحصل نتيجه رابشر اوف ذا جلوميرولار ريبليسمنت ممبرين، فيروح دلق لي الفايبر اللي موجود بالشكل ده. وخلي بالك الفايبر او الفيبرينويد نيكروزس اللي هي موجوده بالمنظر ده، دي بتكون موجوده في الجلوميرولار كابيلاريز، غير الفايبر اللي هو بيكون موجود هنا على الكريسنت، بيكون ماسك الخلايا ديت مع بعضها البعض. اللقطه اللي موجوده قدامنا ممكن بتوع الباثولوجي يعذبونا شويه ويقول لك ديت حاله ايه، لو قلت له كريسنتك يقول لك لا انطقها صح، قول تشخيص كامل. هو عايزك تقول ان ديت حاله نكروتايزنج كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. هي في النهاية نفس المعنى ونفس الكلام وكل حاجة، بس هما بيحبوا كلمة نكروتايزنج كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. طيب النكروتايزنج اللي موجودة قدامي دي، هل دي هتساعدني في التفرقة ما بينهم؟ احنا قلنا التفرقة الأساسية بعد ما نخلص اللايت خش لي على الإميونو، انما لو لقيت اللي موجود بالمنظر دوت كده همشي اكتر في اتجاه الفاسكولايتس. النكروتايزنج جلوميرولونيفرايتس دي هو دوت الشكل في اللايت مايكروسكوب بتاعت الانجا اسوشيتد فاسكولايتس. طب ممكن اشوفه مع الانتي جي بي ام؟ ممكن. طب ممكن اشوفه مع الحاجات الثانيه بتاعت الاميون كومبليكس؟ لا. فده بيبقى ماشي اكتر مع قصه الفاسكولايتس. اروح واخد السلايد اللي احنا لسه قايلين عليها دلوقتي، وركزوا معايا يا جماعه في الجزء اللي جاي ده، عشان ده بيعمل كونفيوجن عند بعض الدكاتره. نخليها كويس عشان يركز. ماشي، واخد بالك ازاي؟ طبعا هنا انا جايب اللقطه ديت كده اللي هو زي مثلث كده، بقول لك على حسب ما انت بتبص لها. لو انت بصيت لها من ناحيه الباثولوجي يبقى ديت حاله ايه؟ نكروتايزنج كريسنت جلوميرولونيفرايتس، فيها شكل الباثولوجي اللي احنا لسه قايلين عليه دلوقتي. طيب لو انا جيت بصيت لها من ناحيه الكلينيكال، الاقي العيان دوت جاي لي بار بي جي ان. ماذا تقصد بار بي جي ان؟ يعني رابيد رايز في السيرم كرياتينين على مدى ايام او على مدى اسابيع، ودبلنج للسيرم كرياتينين في خلال اسبوعين بالعيان دوت كده، من فضلك كمل العباره. مع وجود يورينري بارامترز سجستيف اوف جي ان. ما هي اليورينري بارامترز سجستيف اوف جي ان؟ نفروتيك رينج بروتينوريا، ريد بلاد سيل كاستس بالشكل دوت كده، ديسمورفيك ريد بلاد سيلز. هو ده التشخيص الكلينيكال. عشان كده بنقولها دايما ان هما الاثنين كان هما ايه؟ الوجهين للعمله الواحده. انا معايا كوين كده، فمن ناحيه الكلينيكال ات از ار بي جي ان، ومن ناحيه الباثولوجي طبعا لو اكثر من 50% كريسنت زي ما قلنا يبقى ديت نكروتايزنج كريسنت جلوميرولونيفرايتس. طيب لو بصيت لها من ناحيه تانية الحته اللي تحت ديت كده، ايه الكومنست كوز اللي يعمل لي التوليفه دي؟
الكومن ستوكوز اللي يعمل لي توليفه دي اللي هي انكا اسوشيتد جلوميرولونيفريتس. 45 الى 50% من حالات الار بي جي ان او الان سي جي ان ديت كده بتبقى انكا اسوشيتد جلوميرولونيفريتس. معلش يا جماعه ركزوا معايا ركزوا معايا، تمام؟ مش معنى انها انكا اسوشيتد جلوميرولونيفريتس ان لازم الانكا تيست يطلع بوزيتيف، لا. الانكا تيست وات ايفر انت عملته بالنظام القديم اللي هو بتاع الاميونو فلوريسنس، ولا عملته بالنظام الجديد بتاع الالايزا اللي هو الانتي بروتينيز 3 او انتي مايلو بيروكسيديز، في نسبه 10% من العيانين دول بيكونوا نيجاتيف. بيكونوا نيجاتيف سيرولوجيكالي بس هم حقيقه عندهم انكا اسوشيتد جلوميرولونيفرايتس. وعشان كده استعمل الترم الاعم تقول ايه؟ انكا اسوشيتد. والانكا اسوشيتد دي لا اما تبقى انكا بوزيتيف في 90% من الاحوال، لا اما تبقى انكا نيجاتيف في 10% من الاحوال. طب الانكا نيجاتيف والانكا بوزيتيف بيفرقوا في العلاج؟ ابدا، الاثنين بيتعالجوا زي بعض. فدي نقطه مهمه، من فضلك ما تعتبرش في عيان انت لقيت عنده كريسنت جلوميرولونيفرايتس وانت من الاول كنت عامل له تحليل والانكا طالع نيجاتيف تقول خلاص يبقى مش انكا. لا يا بني، ده ممكن يكون انكا نيجاتيف. فواحد هيسالني طب اشخصها ازاي انكا نيجاتيف اذا كان التحليل طالع نيجاتيف؟ هشخصها بالاميونو، ان العيان عنده كريسنت جلوميرولونيفرايتس، وعاده هيكون في اكثر من نوع من الكريسنت فايبرس وسيلر و و و و، وهيكون في عندي النكروتايزنج جلوميرولونيفرايتس اللي احنا شايفينها ديت كده. ولما اعمل له الاميون، وهي دي المهمه بقى، هلاقيها بوسي اميون. يبقى اذا تشخيص الانكا نيجاتيف از باثولوجيكالي باي كومبايند لايت اند الاميون مايكروسكوب. اي هوب الكلام اللي انا قلته ده يبقى كلير يا جماعه، لان في بعض الاحيان تلاقيها مش مكتوبه كويس في الكتب وبتتوه الناس، وتلاقي الواحد مش فاهم ايه العلاقات اللي ما بينهم. فانا ارتضيت ان انا اجيبها كده على شكل عين، لو بصيت لها من الناحيه دي انت بتقول كده، لو بصيت من الناحيه دي بتقول كده، لو بصيت من الناحيه دي بتقول كده. طب ايه السبب التاني اللي بيعمل لي كريسنت جلوميرولونيفرايتس بعد الانكا؟ اللوبس. طب وبعدين بعد كده البوست انفكشس. يبقى دولت الثلاثه الكبار. لو حضراتكم شايفين ديت لو باور، تمام، بس تهيألي من بعيد كده حتى وهي لو باور احنا قادرين نشوف ادي اللي في النص مثلا جلوميريولاي موجوده هنا اهي، طبعا هنا في كريسنت اهو، والجلوميريول كابيلاريز كومبريسد في السايد هنا، ديت سكليروتيك جلوميريولوس بالكامل، هنا في فايبرس كريسنت اهو، هنا في سيلير كريسنت، تمام. ففي توليفات من الكريسنت اللي موجوده عندنا بالمنظر دوت كده، تمام، اللي هي بتقول لي انها بروبابلي عشان ليها ديفرنت ايجز كده، بروبابلي احنا بنتكلم على الانكا اسوشيتد رازر ذان انها تكون انتي جي بي ام. ركزوا معايا يا جماعه في السلايد اللي قدامنا عشان دي عليها سؤال. بص كويس للسلايد ده قدامكم دقيقه، نحطه كويس، نحطه دقيقه كويس. ونص، دي كويز هنبص عليها كويس قوي، وبعدين هنزل لك سؤال عليها ام سي كيو، هتختار واحدة من الأربعة. بص عليها كويس عشان لما هينزل السؤال هيغطي على الشكل بتاعها. طب ليه يا دكتور تغطي على الشكل بتاعها؟ أنت عايز تعذبنا؟ لا، أنا عايز أخليك تقوي الملاحظة بتاعتك. بص الشكل اللي قدامنا، أدي جلوميريولس أهي. مش هقول لك عليها أي كلو ولا أي حاجة خالص. السلايد موجودة قدامك. دي بروبابلي هتبقى اخر لقطه معانا في الترو كريسم، بعد كده هننقل على موضوع تاني. بس بص عليه كده، جاهزين يا شباب؟ يلا جهزوا حالكم على راي جورج قرداح. خد السؤال، بيقول لك if you don't have immunofluorescence للحاله اللي قدامنا دي، احنا اتفقنا الخطوه التاليه لازم immunofluorescence، فهو اللي جاي اللي حاطط السؤال دوت بيغلس. بيقول لك if you don't have immunofluorescence and you need to make a diagnosis on this field اللي حضرتك وحضرتك شايفينه قدامك، what will be your most likely diagnosis؟ هل هتقول دي حالة انتي جي بي ام، ولا هتقول دي حالة انكا associated necrotizing polyneuritis،
ولا هتقول ديت حالة كولابسنج جلوميريولوباسي، ولا هتختار الاختيار الرابع اللي هو بيقول I want to make a diagnosis. بهدوء كده يا جماعة وفكروا في السؤال قبل ما تستعجلوا. على معاكو فكرة دقيقة. أنا تقييمي إن هو مش سهل. الغالبية اختاروا انتي جي بي ام، في حد اختار بس اللي هي انكا اسوشيتد. وفي ناس مش عايزين يشخصوا، قال لك مش هقدر. الدكتور كريم كاتب دي اللي هو اختيار دي اللي هي اللي دي تحت اللي خالص هو I كده. wouldn't make a diagnosis. طيب بصوا، انا هقول لكم رايي انا الشخصي، تمام؟ الحقيقه انا هروح مع الدكتور كريم زي ما قاله برضو الدكتور عبد الرحمن، وابتدى بقى في عدد كبير اهو يقولوا دي اهي، تمام؟ لا اللوبس يا دكتور هاني ما اقدرش من السلايد ديت اقول لك لوبس، تمام؟ ممكن حاجات كتيره قوي، تمام؟ الحقيقه انا اللي اخترته يا هشام، انا اخترت الاختيار اللي تحت ده. I want to make a diagnosis without immune microscopy. اصل هو الجي بي ام هنا اصلا مهمه جدا، الانتي جي بي ام. ما انت مش هتقدر تاكسكلود الانتي جي بي ام، يعني انا هقدر اختار ايه من الاثنين دول؟ طب على الانكا أي أساس؟ على أي أساس اللي بالظبط. قلت ما لي انت كده؟ عندك دلوقتي انتي جي بي ام وانكا اسوشيتد نيكروتايزنج جلوميرول نيفرايت، طب على اي اساس هقول؟ فده هي هيبقى اختيار عشوائي. المفاجأة اللي حاطين السؤال دوت كده، تمام؟ اللي حاطين السؤال مختارينها الانتي جي بي ام، ليه؟ مش كاتبين، هم مختارينها اللي هي الانتي جي بي ام، تمام؟ ليه كاتبين؟ انا قعدت افكر بقى، عارف انا تفكيري هداني الى ايه؟ الكلام اللي احنا عمالين نتكلم عليه من شويه دوت كده، ان هو كله سيلولر، في الوحيد يعني بس السيلولر هنا ليست اللي موجود اللي هو يونيفورم ايدج، فبروبابلي هو اختاره عشان كده. انا ما اعرفش، انا عندي لو حد من الزملاء اللي هو اختار الانتي جي بي ام يقدر يقول لنا كده اجابه، انت اخترت ليه انتي جي بي ام ويقول لنا، تمام؟ يبعت لنا على الشات برضه. بس هو يعني لو انا الحقيقه انا كنت هختار الاختيار الاخير، اقول له لا انا ما اقدرش اعمل تشخيص على الشكل ده اللي قدامي ده كريسنت جلوميرولونفرايتس، والسلام عليكم ورحمه الله. لو انا جيت حتى وبصيت يا جماعه على الحاجات اللي موجوده دي وقلت ده دوت عامله كده زي ما يكون في نيكروتايزنج جلوميرولونفرايتس، ما احنا اتفقنا بتكون موجوده في الاثنين، تمام؟ فانا تصوري، بس هم للاسف مش كاتبين اكسبلانيشن، هم كاتبين الحل وخلاص ومش قايلين اكسبلانيشن. بروبابلي ان هم مشيوا مع ان هو سيلولار كله، ما فيش اكتر من ايدج، ودي اللي احنا قلناها بتكون ماشيه مع الانتي جي بي ام، تمام؟ في الدكتور هاني بيقول لينير. لا يا عم لينير ايه؟ لا اللينير دي لا لا كانت لا لا الدنيا لسه، ده اهي. مفيش اميونو هيستوكيمستري. اللينير دي لو احنا في الاميون، واحنا لسه ما جبناش اميون. الدكتور اي اف بيقول اول سيلولار كريسنت. انا معاك، بس هي بيني وبينك ده هي كلها كريسنت واحد اللي انت شايفه يا اي اف. بالظبط، ما هي دي اللي انت على اساسه اقدر اقول ازاي انها انتي جي بي ام. انا مش شايف غير واحده بس. طيب يعني هي ديت بس حاجه كده ستيميولاتوري لينا، ما فيش مشكله فيها. هي سابت في معلومتين مهمين جدا، ان هي موضوع الكريسنتك ده موضوع مهم جدا. نمرة اتنين، مهم اللي احنا المعلومة اللي احنا قلناها وانت قلتها يا دكتور عصام، ان موضوع السيم ايج ده، لكن بروفايدد ان انا شايف الفيلد كله، مش همسك في وان جلوميرولس واقول لك هو ده. نمرة صحيح. ثلاثة، يؤكد برضو يا جماعة ان احنا الكلام اللي احنا قلناه في الاول خالص، ما تستخسرش انك تقول للعيان اعمل لي التلاتة عشان يبقى الدايجنوزيس كلير، تمام. بالذات في الحالات اللي هي مش بقى حالات يعني جايه لك على رجله ونفروتك سيندروم وشويه اديما وانت شاكك انه يكون ميمبرانس ولا مينيمال تشين ديزيز. لا، لما يكون عيان فعلا بريزنتد باي اجريسيف رينال ديزاستر.
فيها مشكله كبيره وعيان زي ده، اكيد العيان ده كلينيكالي كان بريزنتد بمشكله كبيره، مش مشكله بسيطه. صحيح. في معلومه برضو عايز اقولها للزملاء، لو انتوا خدتوا بالكم من شويه انا قلت ايه، ايه الاسباب المشهوره اللي بتعمل لنا كريسنتك او رابي بروجريسيف جلوميرولو نيفرايتس؟ نمره واحد الانكا 50%، وبعدين اللوبس 20%، وبعدين البوست انفكشس، وبعدين يجي في الاخر خالص بارقام قليله قوي الانتي جي بي ام. ركزوا معايا في الكلمه اللي هقولها ديت يا جماعه، الانتي جي بي ام سواء بالبشر يعني معانا لانج هيمرج ولا معناش is a very rare disease. عارفين الانسيدنس بتاعه قد ايه؟ واحد في المليون. الانسيدنس يعني كل سنه في كام حاله. فلو جينا عندنا في جمهوريه مصر العربيه يعني عندنا مثلا 120 مليون، يبقى المفروض مع كل سنه يكون عندنا 12 حاله على كل جمهوريه مصر العربيه من الانتي جي بي ام. انا بقول الكلام دوت لان في بعض الدكاتره بيستعجلوا كل ما تيجي انتي جي بي ام انتي جي بي ام وما يكونش كمل الاستادي بتاعته. المرض الثاني عشان ما ننساهوش برضه من ناحيه الانسيدنس، الجي بي اي اللي هي الاسم القديم بتاعها باجنر، ليها نفس الانسيدنس برضه ابو واحد في المليون. الانسيدنس زي ما حضراتكم عارفين غير البريفلنس، انسيدنس الحالات الجديده في السنه تمام اللي بتتشخص واحد في المليون. فما ماجنر ده تحطش ألماني. الواحد في المليون دوت كده، ما تخليكش ان لما نشوف حاله نلحق بسرعه نقول ديت حاله فاجنر او جي بي ايه او ديت حاله انتي جي بي ام، لان الحاجات ديت نادره 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 تمام. ما تقولش يعني ما ديت حاله من ال 12 اللي بتوع السنه دي جولك انت يعني، ممكن واخد بالك ازاي، بس لو انا منك الحقيقه هتردد في التشخيص بتاعها عشان ديت امراض نادره تمام. في معلومه مهمه جدا واحنا بنتكلم في الباثولوجي، في كلاسيفيكيشن فلوت شارت ديت حديثه، وعشان هي في الباثولوجي لابد ان احنا نتعرض ليها. دي كانت طلعت بمجموعه بتاعت واحد اسمه بردين ايتال ديت كده، عشان كده بيسموه بعض الاحيان البردين كلاسيفيكيشن بتاعت ايه، ركز معايا، بتاعت الانكا اسوشيتد جلوميرولونيفرايتس، مش بتاعت الانتي جي بي ام، مش بتاعت الار بي جي ان، مش بتاعت اي حاجه، بتاعت حاجه محدده الانكا اسوشيتد جلوميرولونيفرايتس. فلو حد من حضراتكم داخل امتحان وحد من الاساتذه في الامتحان قال له مش عارف الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن الجديده بتاعت الانكا اسوشيتد جلوميرولونيفرايتس ديت كده، هي ديت اللي موجوده قدامنا. الكلاسيفيكيشن ديت معموله من ناحيه البروجنوز تمام، انه بيقول لنا ايه، هل 50% من السكليروتيك جلوميرولاي، انا خلي بالكم يا جماعه انا خلاص شخصت العيان ده اللي هو انكا اسوشيتد جلوميرولونيفرايتس خلاص، انا بتكلم على موضوع تاني بقى، تعال قول لي البروجنوزس بتاع العيان دوت ايه. لو لقينا يساوي او اكتر 50% من الجلوميرولاي ار جلوبال سكليروتيك، دي بتتسمى السكليروتيك كلاس، بناخدها من فوق لتحت كده خلي بالك تمام. طب افرض ما لقيتش اكتر من 50% كده، هل في اكتر من 50% نورمال جلوميرولاي؟ لو لقينا كده يبقى ده بنسميها الفوكال كلاس. لا ما لقيناش اكتر من 50% نورمال. طب هل في اكتر من 50% سيلولار كريسنت؟ بص حددت لي هنا، ما قاليش اي كريسنت، قال لي سيلولار. هل في اكتر من 50% سيلولار كريسنت؟ لو لقيت كده يبقى ديت كريسنتك كلاس. طب افرض ما لقيتش لا ده ولا ده ولا ده ولا ده، هيبقى فيه شويه من دول وشويه من دول وشويه من دول، يبقى ديت اللي اسمه الميكسد كلاس. سهلها على نفسك وخدها من فوق لتحت. طيب اهميه الشكل دوت ايه؟ بص بقى للشكل اللي موجود قدامنا دوت، الرينال سرفايفل على مدى مثلا ال 10 سنين او ال 12 سنه بالمنظر دوت كده. لو الفوكال كلاس دوت كده، طبعا الحاجات دي اكسبكتد يعني مش محتاجه ان احنا نقولها، بس انا بتكلم عشان ده حاجه جديده في الباثولوجي وموجوده، واحنا بالنسبه لنا كنفرولوجيست لازم نبقى عارفين. ممكن يجي لك ريبورت من بتاع الباثولوجي بالشكل ده ويقول لك it is anca associated glomerulonephritis focal plus، ما تبقاش عارف يعني ايه focal plus او جبناهم بالمنظر ده. احسنهم طبعا على الاطلاق من ناحيه البروجنوزس الفوكال، تقريبا 90% رينال سرفايفل على مدى ال 10 سنين. الكريسنتك تيجي في الترتيب بعد كده 70%،
الميكس بتيجي في الترتيب اللي بعد كده، والاسكليروتك طبعا مش محتاجه ان احنا نقول تمام، هي اللي بتيجي في الترتيب اللي بعد كده. الكلاسيفيكيشن ده يا جماعه كان سنه 2010، في حاجه احدث منه عملوها بالمنظر دوت، اسمها ايه القصه ديت كده، الاي ار ار اس، اللي هي عباره عن الانكا رينال ريسك سكور، برضه حاجه ليها علاقه بالباثولوجي. ده 2018، يعني موضوع حديث قوي من 5 سنين بس بالشكل ده. بيقول لنا ده بروبوزد سكور اكشوريتلي بريدكتد اند ستيج رينال ديزيز بعد 36 شهر، يعني 3 سنين، في المجموعه ديت اللي هم كان عندهم انكا اسوشيتد فاسكولايتس او جلوميرولونيفرايتس. تمام، العناوين اللي موجوده قدامكم طبعا الحاجات دي هتوصل لكم الباوربوينت، بس عشان الوقت يعني، البرسنتج اوف نورمال جلوميرولاي، وكل واحده منهم بتاخد سكور، وجود تيوبلر اتروفي او انترستيشال فايبروز، يبقى احنا بنتكلم باثولوجي لحد دلوقتي، وبعدين هنتكلم كمان كلينيكال. تمام، تيوبلر اتروفي وانترستيشال فايبروزس، الرقمين اللي موجودين قدامنا دول كده بالديفينيشن بتاعهم. وبعدين بندخل بقى، ودي الظريف فيها في الموضوع، ان الموضوع بس مش قصه دخل باثولوجي. فيها كلينيكال كمان رينا بروفايل. زي الدكتور هشام لما كان بيقول دلوقتي، لما اقول له بس العيان مش جاي كريسنتيك، قال لي انا يهمني كلينيكال، العيان جاي بايه؟ العيان محتاج يعمل داياليسز ولا لا؟ العيان مش عارف ايه؟ فهنا دخله الجي اف ار. بيقول لك الجي اف ار اكتر من 15 او اقل من 15، وكل واحد بياخد رقم. لو عملنا القصه دي وجمعنا الحاجات ديت يا جماعه، هيطلع لنا القصه دي. لو لقينا السكور ده طلع رقم عالي، ما هو الرقم العالي؟ من 8 ل 11، يبقى دوت عنده فيري هاي ريسك انه يصل لاند ستيج رينال ديزيز. بينما لو كان رقم من 2 ل 7 هيبقى ميديوم، بينما سعيد الحظ اللي هو ابو زيرو. بس الحقيقه ما اعرفش احنا هنلاقي فعلا عيانين بزيرو ديت ولا لا. لا طبعا، لا طبعا. يعني ما هو هي الفكره في السكورينج سيستم عامه، حتى لما عملت سكورينج سيستم للبيشنتس اون دياليسيس او اي سكورينج سيستم، بيعتمد ان هو بيجيب كل الكلينيكال واللابراتوري فايندنجز وراديولوجيكال فايندنجز وهيستوباثولوجي فايندنجز ويحطهم مع بعض كده ويشوف اكتر حاجه بتودي في داهيه فيهم ايه، وده اللي يديله الهاي سكور. السكورينج بيعتمد على جروب اوف بيشنت ستاديز، يعني ممكن السكورينج ده سيستم اتعمل مثلا على اساس 500 عيان ستاديد في الموضوع ده، يختلف من مكان لمكان ومن عيان لعيان ومن جروب لجروب. فعشان كده دايما الريسك سكورينج او سكورينج سيستم ما بيبقاش اكوريت 100%، لكن هو موست بروبابلي هيحصل كذا، يعني ده الموست بروبابلي. جابوا الارقام دي منين؟ من الريسك ريشيو اللي لقوها في العيانين، ان هم لو لقوا كذا لو لقوا كذا لو لقوا كذا ده بيروح في الحته الفلانيه. ده عامه على نظام السكورينج سيستم. تمام، فخلي بالكم من السكورنج سيستم ده ومن البردين كلاسيفيكيشن اللي قلناه، لان ممكن يكون سؤال في الامتحان. تمام، واحد مثلا داخل الامتحان يقول ايه ده، انتوا هتسالونا في الباثولوجي كمان في الامتحان، تقول لي ايه هو البردن كلاسيفيكيشن او ايه هو الباثولوجيكال كلاسيفيكيشن اوف انكا فاسكولايتس. من حقنا طالما ان احنا اديناك السبت ناخد منك الحد. تمام، طيب اللي بعد كده بقى، احنا كده خلصنا التروك ريسنت جلوميرولونيفرايتس. بصوا بقى اللقطه الثانيه، الشكل ده يا جماعه اللي هو شكل السودو كريسنت. تمام، وكنا دايما بنقول للدكاتره واحنا بنعلمهم في الدمرداش بالمنظر ده، لما بنعرض الصوره دي، تخيلوا الصوره دي معروضه بقى على شاشه كبيره جدا، وهي من الاصل الحقيقه صوره شكلها كده بالالوان اللي فيها الوان حلوه قوي. تمام، بس هي مرض مش حلو بالشكل دوت كده. ممكن كنا بنقول لهم ما تستعجلش وتكتب كريسنت، كريسنت جلوميرولونيفرايتس، اصبر اصبر اصبر. لو واحد قال لي ديت كريسنت جلوميرولونيفرايتس، انت ايه، انت معترض ليه يا دكتور؟ اقول له فين يا عم البروفيبريتنج بارايتال ايبيثيليال سيلز؟ ادي البارايتال ايبيثيليال مفيش سيلز خالص، زي الفل دي كل ولا لابسد. حاجه. وبعدين بص بقى الفرق التاني، خلي بالك في 4 فروق ما بين السودو كريسن والترو كريسن، انا مش كاتبهم، انا هقولهم لك عشان تحفظ وراي. تمام، السيل اوف اوريجين مش هتبقى خارجه من البارايتال ايبيثيليال سيل، انا بتكلم على السودو كريسن.
امال هتبقى خارجه منين؟ هتبقى خارجه من النوع الابيثيليال سيل الثاني اللي هو الفيسرال اللي هو البودوسايت اللي هي دي. بصوا الخلايا يا جماعه اللي هي الفيسرال الابيثيليال سيلز دي اتنفخت ازاي وتوحشت ازاي وفعلا تلخبطني انها ديت تكون كريسنت ليه؟ لان عملت لي برضو كومبريشن للجلوميرولار كابيلاريز والكابيلار اليومين مقفوله. فلو واحد خفيف او مش مركز كده هيقول لك كريسنتك على طول ويبقى النمره بتاعته ضاعت. تمام؟ الخلايا بتاعت الفيسرال ايبيثيليال سيلز افرقها ازاي من الخلايا بتاعت البارايتال ايبيثيليال سيلز اللي هي بتخش في تركيب الترو كريسنت؟ ان البارايتال ايبيثيليال سيلز شكلها بتبقى سبندل شيبد مطوله كده شكل مخزني، بينما الخلايا بتاعت الفيسرال ايبيثيليال سيلز كده بتبقى خلايا متختخه بيسموها بلومبي سيلز. بص الفيسرال ايبيثيليال سيل دي عامله ازاي؟ كل دي خليه واحده. بص ديت عامله ازاي؟ بص ديت عامله ازاي؟ فدي حاجه متختخه كده منفوخه، بينما البرايتال ايبيثيليال سيلز ديت كده لو داخله في تركيب الكريسن بتبقى مشدوده ومفروده ويبقى شكلها زي السبيندل شيب. يبقى ده الفرق الاولاني. الفرق الثاني لو عندي ديت ترو كريسنت مش هلاقي فيه سبيس ما بين الكريسنت وما بين الجلوميريولار تافت. ابص الاقي الخلايا بادئه من اول هنا مثلا كده، ديت لو كانت ترو يا جماعه، ابص الاقي السبيس الفاضي اللي قدامي ده كله مليان كله مليان كله مليان، لان هي البدايه من هنا وعماله تبروليفيريت. بينما السودو كريسنت اللي موجود قدامنا دوت كده تلاقي اليورينري سبيس بيبقى فاضي او في اجزاء منه على الاقل فاضيه. بص الباومنز او اليورينري سبيس عامل ازاي؟ فاضي 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 فاضي. ده مش منظر ابدا ترو كريسنتك ابدا. تمام؟ الفرق الثالث ان هي في الترو كريسنتك بدايه الموضوع ايه لما شرحنا في الباثوجينيسيس المره اللي فاتت، ان بيحصل تير او رابشر للجلوميرولار بيزمنت ميمبرين او للباومنز كبسول، بينما الاثنين دول نيفر يحصلوا في السولو كريسنت لان ده ليه باثولوجي تاني خالص. الفرق الرابع والاخير زي ما احنا قلنا ان انا هلاقي فيه فايبر موجود يكون ماسك لي الخلايا اللي موجوده بالمنظر ديت مع بعضها البعض، وانا ممكن اتعرف على الفايبر ده بسيرتن فايبر شوينج ستين. يبقى هجمعهم بسرعه جدا، الفروقات الاربعه ما بين الترو والسودو كريست، السيل اوف اوريجين وشكلها المختلف، اليورينري سبيس فاضي ولا مليان، وجود او عدم وجود رابشر للجي بي ام او للباومانز كبسول، الحاجه الرابعه والاخيره وجود الفايبرين في الترو. طيب يبقى نظرا لان الاربع حاجات دولت مش موجودين في الشكل اللي قدامنا ومع ذلك هي كانها بتشبه الكريسن، يبقى ديت مش ترو كريسن، يبقى ديت سودو كريسنتك جلوميرولونيفرايتس. ايه المرض او ايه الحاجه اللي هي بتديني الشكل السودو كريسنتك ديت كده؟ كولابسنج جلوميرولوباسي نحط بقى على الشات الاسباب بتاع الكولابسنج. او الكولابسنج فاريانت اوف اف اس جي اس. تمام؟ في خناقه يا جماعه برضو في الباثولوجي، ركزوا معانا كده، مفيش اتفاق ما بين دكاتره الباثولوجي مع بعضهم البعض كده، هل الاثنين دول اللي هي كلمه كولابسنج جلوميريولوباسي والكولابسنج فاريانت بتاعه الاف اس جي اس ده، احنا عارفين الاف اس جي اس بتتقسم الى 5 مجموعات اسمها الكولومبيا كلاسيفيكيشن، واحده منهم ودوت اسوأهم من ناحيه البروجنوزس الكولابسنج فاريانت. في ناس كتيره بيقولوا هما الاثنين واحد، وفي ناس تانيين بيقولوا لا كولابسنج فاريانت بتاع اف اس جي اس دوت حاجه والكولابسنج جلوميرولوباسي ديت واحده من 4 باثولوجيكال تشينجز بتحصل في البودوسايتوباسيز، وديت ليها اسباب وليها حاجات. بس الحقيقه لو فتحت وشفت الاسباب زي ما الدكتور هشام طلب منكم انكم تكتبوا دلوقتي، هتبص تلاقي الاسباب اللي مكتوبه بتاعه الكولابسنج جلوميرولوباسي ده هي نفس الاسباب اللي موجوده لو فتحت كتاب بيتكلم على الكولابسنج اف فاريانت. اس جي اس هم ها تمام مع الاتش اي في، مع هم طبعا كتبوا الدكاتره دلوقتي، فلو عايز تدي كومنت على اللي قالوه الدكتور هشام. هو يعني اكترية الناس كانوا اتيولوجيكال مش باثولوجيكال،
هو طبعا باثولوجيكال واضح، يعني ما يصحش ان احنا نختلف ان دي كريسنتك ولا نان كريسنتك. لكن اكتريه الناس كاتبه طبعا على الكولابسنج اف اس جي اس بالاسباب المختلفه، يعني سواء اذا كان اف اس جي اس ده كولابسنج باترن بتاعي واضح وكلير، هو الاسباب هي المعروفه اللي بتعملها اتش اي في وغيره. لكن الاختلاف هنا ما يصحش ان احنا نقول ان دي كولابسنج، هي يعني ليه؟ لان ده ما ينفعش نقول ان ده كريسنتك لانها كلير، المسافه واسعه وواضحه. يعني هم ليه مسمينه سودو كريسنت؟ دي انا اللي انا معترض عليها، دي ما تسماش حتى سودو كريسنت لانها لا تمثل اي شيء بالنسبه للكريسنت. تمام. فيعني هي ديت الفكره. طبعا من الحاجات المهمه اللي لازم ما ننساهاش، زي ما كتير منكم كتب كده، الاتش اي في كسبب في الموضوع ده وكده، الباميدرونيت برضو والدراج انديوز ممكن في بعض الاحيان تعمل ده. تمام، خلي بالكم، اوعى تنسى حصلت حالات كوفيد اسوشيتد كولابسينج كولابسنج وكوفيد اسوشيتد انكا و و و و في الحاجات الجديده اللي موجوده دلوقتي. تمام، طيب، فيبقى ديت اللقطه. في دكتور او دكتوره رضا بيقول او بتقول ممكن صورتين جنب بعض. الصورتين تقصد او تقصد بيهم اللي هم السودو والكريسنتك الاثنين مختلفين. تمام، يعني انا ممكن احطهم جنب بعض، بس انا ممكن اعمل حاجه، هرجع لورا بس شويه. تمام، بس انت جاوبني الاول، قول لي رضا ميل ولا فيميل. احنا بنحب نضحك مع بعض واحنا بنتكلم يا جماعه، ما فيهاش حاجه، محدش ياخد كلامنا بحساسيه بالمنظر دوت كده، عشان بعد ما هتجاوبني كده هقول لك مثل بيتقال على كلمه رضا. ميل كده يعني ميل، ام يعني ميل، طيب تمام، واخد ميل بالك؟ مكسوف، يعني ميل مكسوف او ميل فرحان، مش عارف لا هي لا، ميل احنا وحاجه حاجه جنبيه، مش عارف هي احنا ايه. بنضحك يا رضا، ما فيهاش حاجه خالص، احنا بنضحك مع بعض بالمنظر ده، انما عندنا من ضمن الامثال العاميه المصريه المشهوره، وديت اللي تخلي ان كلمه رضا بتبقى مور بتتقال على الفيميل. حد عارف المثل ده؟ حد شاطر في الامثال؟ بسرعه كده وهننقل عليه، عشان نحب، وانا بحب وانا بشتغل كده ما يبقاش الموضوع كله علمي كده، كل نضحك رضا كده نبسط شويه. تمام، رضا جه ام رضا؟ لا، دي ما جاش المثل ده كده، دي تلاقيها لا لا، بتقول والنبي اقفل على البند ده يا عصام عشان دي طب متسجلة خلاص وهنسمع. انت، لا يبقى نقفل. تمام، لا، هو المثل اللي هو كان بيتقال ده ما فيش فيه حاجه، يعني لما بيلاقوا في واحده اسمها رضا وكل شويه تعمل نفس المشكله ونفس الغلطه ونفس الحكايه وما بتتصلحش، يقولوا لها ايه؟ طول عمرك وانت كده يا رضا. واخد بالك ازاي؟ هي دي اللقطه، مع الاعتذار لاي حد يكون اسمه رضا سواء ميل او بميل، احنا بنحب نضحك. تمام؟ طيب، هرجع لك يا رضا تاني الشكل بتاعت الترو مره اخرى وهجيب لك القصه دي. على فكره ده كان في مفاجاه يا هشام، انت عارف المفاجاه ايه؟ انا لقيت سلايد على طول قبل ما اخش دلوقتي، ان هي في عيان واحد كان عنده الاثنين، تخيل، حاله انتي جي بي ام ومعاها كريسنت جلوميرولونيفريتس، وفي نفس الوقت كان في سودو كريسنت، والاثنين سبحان الله زي ما الدكتور رضا كان بيقول بالمنظر دول لازقين في بعض، انما للاسف الوقت كان ضيق. الصوره كل ما كبرها عشان يبقى شكلها حلو زي اللي قدامنا دي، تلاقيها تبقى بليرد ومش باينه خالص، عملت بكل الطرق ومع ذلك ما نفعتش في الاخر. ده شكل الترو كريسنت يا دكتور رضا ولكل الزملاء اللي موجودين معانا. تمام، ودوت شكل بسرعه كده عشان عينيك تجيبه، ودوت شكل السودو كريسنت. خلي بالك انت هتوصل لك التسجيل وهيوصل لك الباور بوينت لما ابعته للدكتور هشام، فانت براحتك كده وانت قاعد عشان تعمل حاجه عامه، كل حاجه عملوا لي، هاتوا لي، عشوني، ما ينفعش الكلام دوت كده. تمام، لما تجي لك الباور بوينت يبقى خدهم الاثنين حطهم جنب بعض كده واقعد اعمل فيهم كل اللي انت عايزه عشان نوصل للقصه دي. This is another pseudo crescent glomerulonephritis يا جماعه، واخده صبغه الايه؟ السيلفر. تمام، بص، ادي البرايتا الابيثيليال سيلز اهي، ولا فيها حاجه ولا الهواء. تمام، بص، الخلايا الكبيره ديت المنتفخه دي اللي هي ديت عباره عن البودوسايتس. في يورينري سبيس مفتوح ولا ما فيش؟ ايوه فيه. تمام،
فالحاجات ديت كلها مفيش ايفيدنس بالمنظر ده، لا فايبرنت ولا رابشر للباومنز كبسول ولا تير في الجي بي ام، يبقى ديت سودو كريسنت جلوميرولونيفرايتس. حضروا حالكم السلايدين اللي جايين بعد ما ادينا امثله كتير على الترو والسودو، اللي جاي واللي بعديه سؤال، دي ترو ولا سودو؟ جهزوا حالكم. دي ترو كريسنت جلوميرونيفرايتس ولا سودو كريسنت جلوميرونيفرايتس؟ معلش هرجعها تاني، اصل في واحد فاجئني بالمنظر ده وكده كاتب انها بوث اه الاثنين. بالظبط. اه لا في ناس ما فيش بوث يا عم، هو لا، عشان في اي وبي، يعني عشان حضرتك اي وبي هم مختلفين، بس اغلبيه الناس بتقول سودو. الغالبية سودو، وهي فعلا سودو يا جماعة. أنا بحيي كل الناس الحقيقة اللي هم جاوبوا سودو، لأن هي واضحة سودو بالمنظر دوت كده، تمام؟ يبقى الشكل اللي موجود قدامنا دوت السودو، تمام؟ من الناس اللي هم قالوا سودو النهاردة في ناس كتير. أنا بس إيه، هحيي الدكتورة رانيا عشان كانت موجودة معانا النهاردة في الدمرداش في الدرس الكلينيكال اللي احنا عملناه، وبعتت لنا تحية في اول الميتنج. اي ثينك انها زميلة من السودان، الدكتورة رانيا قالت ان ديت سودو بريسنتك، وديت اجابة صحيحة يا دكتورة رانيا، تمام؟ فيبقى ديت اللي موجودة معانا بالمنظر دوت كده. طيب خدوا بالكم بقى من اللقطة اللي جاية، انسى بقى اللي فاتت ديت وخش على اللي جاي. ما خلي بالك انت كده، معنى اللي جايه دي هتبقى ترو، فيعني هم على والله الاجابه. هم حرين، اللي عايز ينشن ينشن، اللي عايز يشتغل صح يشتغل صح. بالظبط بالظبط. بهدوء كده يا جماعة، براحتك فكر، بص قول ايه اللي انت شايفه، ما تتأثرش بحاجة، تمام؟ احنا هنقف بعد السلايد دي، هعرض انا سلايد واحدة النهاردة كانت في الكويز، تمام ونختم بيها الحلقة ان شاء الله. طيب تمام. هايلين الحقيقه، الغالبيه العظمى من الزملاء اللي معانا قالوا سودو، انا بحييهم الحقيقه وبشكركم انكم كنتوا معانا النهارده. صدقوني انا والدكتور هشام والدكتور سعيد بنبقى سعداء بوجودكم معانا، زي لو انتوا سعداء بوجودنا معاكم. صدقوني زي ما بقول لكم بالمنظر دوت، بالنيابه عن نفسي وبالاصاله عن الدكتور هشام والدكتور سعيد والدكتور عمرو لو موجود معانا وغيرهم، تمام؟ احنا بيهمنا ان لو في انفورميشن، لو في اي حاجه ان احنا نقدر نتواصل مع بعض فيها وبنتناقش فيها، مفيش مشكله خالص. وتمنياتنا لكم بكل ما هو طيب. اتفضل يا دكتور هشام. طيب انا هوقف بس الشير، بس ده عشان حالة النهارده.